إلى يدك، كيف تعرف أنها حقا لك؟ يبدو الأمر واضحا إلا إذا كنت قد شهدت خدعة اليد المطاطية. في هذه التجربة توضع يد مزيفة أمامك وتخفى يدك الحقيقية خلف الستار. تدلك كلتاهما في نفس الوقت بفرشاة. مهما ذكرت نفسك بأن اليد المزيفة ليست يدك، في النهاية ستبدأ بالشعور بأنها كذلك، وستشفل حتماً عندما تهدد بالسكين. قد تكون تلك مجرد خدعة مؤقتة، ولكنها تشير إلى حقيقة أكبر، أن أجسادنا، وهي أجزاؤنا المادية البيولوجية، وعقولنا، وهي الجوانب المفكرة الواعية، تجمعهما علاقة معقدة ومتشابكة. أيهما يمثلك بالأساس أو يمثل ذاتك؟ هل أنت جسد مادي يختبر فقط الأفكار والعواطف الناتجة عن تفاعلات بيوكيميائية في الدماغ؟ يعد ذلك جسداً ذا عقل، أم أن هناك جزء غير مادي منك هو المتحكم ولكن يمكنه أن يعيش خارج جسدك البيولوجي؟ يعد ذلك عقلاً ذا جسد؟ هذا يأخذنا إلى مسألة قديمة عما إذا كان الجسد والعقل أمرين منفصلين. في تجربة فكرية مشهورة أشار فيلسوف القرن السادس عشر ريني ديكارت إلى أنه حتى إذا كانت أحاسيسنا الجسدية كلها مجرد حلم، فإن عقلنا وأفكارنا ستظل موجودة، وذلك بالنسبة له هو الدليل القاطع على وجودنا. وأدى به إلى استنتاج أن العقل الواعي هو شيء منفصل عن الجسد المادي يشكل جوهر هويتنا. مفهوم الوعي غير المادي يعكس إيمان العديد من الأديان بروح غير مادية يمثل الجسد لها مجرد قشرة مؤقتة. وإذا تقبلنا هذا تظهر مشكلة أخرى، كيف يمكن أن يكون لعقل غير مادي أي تفاعل مع الجسد المادي؟ إذا كان العقل بلا شكل أو وزن أو حركة، كيف يمكنه أن يحرك عضلاتك؟ أو إذا افترضنا قدرته على ذلك، لماذا يمكن لعقلك أن يحرك جسدك فقط وليس أجساد الآخرين؟ لقد وجد بعض المفكرين طرقاً مبتكرة للتغلب على المعضلة. على سبيل المثال، الكاهن الفرنسي والفيلسوف نيكولا مالبران زعم أنه عندما نفكر بمد اليد لمسك شوكة، فإن الله هو من يحرك يدنا في الواقع. فيلسوف وكاهن آخر يدعى جورج بيركلي انتهى إلى أن العالم المادي هو وهم موجود فقط كمفاهيم ذهنية. مسألة العقل مقابل الجسد هذه ليست فقط ضمن مجال الفلاسفة. مع تطور علم النفس وعلم الأعصاب أدلى العلماء بدلوهم أيضاً. يرفض العديد من العلماء الحديثين فكرة أن هناك أي تمييز بين العقل والجسد، ويقترح علم الأعصاب أن أجسادنا إلى جانب حواسنا الجسدية متكاملة بعمق مع النشاط في أدمغتنا لتشكيل ما نسميه الوعي. منذ اليوم الذي ولدنا فيه يتشكل تطورنا العقلي من خلال تفاعل جسدنا مع العالم الخارجي. كل مشهد وصوت ولمسة تخلق خرائط وتمثيلات جديدة في الدماغ، والتي تصبح في نهاية المطاف مسؤولة عن تنظيم اختبارنا للذات. ولدينا حواس أخرى إلى جانب الحواس الخمس الاعتيادية، مثل حس التوازن وحس الموقع النسبي لأجزاء أجسادنا. خدعة اليد المطاطية وتجارب الواقع الافتراضي المشابهة تبين أن حواسنا يمكنها بسهولة تضليلنا عند حكمنا على الذات. كما تقترح أيضاً أن أجسادنا وأحاسيسنا الخارجية ملازمة لوعينا الشخصي. إذا صح هذا، فربما كانت تجربة ديكارت مخطئة منذ البداية. على أي حال، إذا أغمضنا أعيننا في غرفة صامتة، فإن الشعور بوجود الجسد ليس شيئاً يمكننا أن نتخلص منه بالتخيل. إن مسألة العقل والجسد هذه تصبح مثيرة للاهتمام بشكل خاص في زمن نفكر فيه بالتقنيات المستقبلية، مثل الأطراف الاصطناعية العصبية والروبوتات التي يمكن ارتداؤها، التي يمكن أن تصبح أجزاء ممتدة من أجسادنا. أو الفكرة الأكثر راديكالية، وهي تحميل العقل، والتي تلوح باحتمالية الحياة الخالدة من دون جسد عن طريق نقل الوعي البشري إلى جهاز كمبيوتر. إذا كان الجسد معيناً بعمق في الدماغ، فبتوسع إدراكنا للذات ليشمل أجهزة جديدة قابلة للارتداء، قد تتكيف أدمغتنا بنهاية المطاف إلى صيغة أعيدت هيكلتها ذات تمثيلات حسية جديدة. وقد لا يكون تحميل وعينا إلى جهاز كمبيوتر ممكناً حتى إلا إذا استطعنا أيضاً محاكاة جسد قادر على نقل الأحاسيس الجسدية. فكرة أن أجسادنا هي جزء من وعينا والعكس ليست جديدة أيضاً.
إنها موجودة على نطاق واسع في الفكر البوذي، فضلاً عن كتابات الفلاسفة من هايدغر إلى أرسطو. لكن في الوقت الحالي نجد أنفسنا أمام المسألة المفتوحة عن ماهية الذات بالضبط. هل نحن عقل مجهز بجسد مادي كما اقترح ديكارت؟ أم كائن حي معقد اكتسب الوعي على مدى ملايين السنين من التطور، وذلك بفضل دماغ أكبر وعصبونات أكثر من أسلافنا البعيدين؟ أم شيء آخر تماماً لم يتصوره أحد حتى الآن؟ استمر في التعلم باستخدام مقاطع الفيديو هذه، ولا تنسى الاشتراك، لا تفوت فرصة تعلم شيء جديد.